صباحية من تلفزيون المستقبل وفيها إن شاء الله بأسرع وقت ممكن خلال أيام نشهد ولادة حكومة. مشابهات التأليف محور لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس الحريري الذي يطمئن بأن الأمور تمضي بالاتجاه المطلوب. مجلسا جامعا لا إلغائيا وصورة عن نهج العهد الجديد. الراعي أمام البطاركة الكاثوليك يدعو إلى تشكيل حكومة مصالحة تضع قانونا جديدا للانتخابات. قصف جوي عنيف على مناطق المعارضة في حلب والغارات تدمر المستشفى الوحيد في الأتارب. صباح الخير. تتسارع المشاورات الحكومية على مسار تأليف الحكومة وسط معطيات إيجابية تفاؤلية. وأمس أطلع الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشيل عون على حصيلة الاتصالات التي يجريها مع الأفرقاء السياسيين تمهيدا لوضع تصوره لصيغة التشكيلة المرتقبة، بحيث أوضحت المصادر أن لقاء قصر بعبدة لم يتخلله أي بحث في الصيغ والأسماء، إنما اقتصر على التشاور حول حجم التشكيلة الحكومية، رافضة تقييد مشاورات التأليف بتاريخ محدد لولادة الحكومة، سيما وأنه لم يمضي على انطلاقها سوى أيام. ومساء أمس تداول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع مفدي الرئيس الحريري نادر الحريري وغطاس خوري في مستجدات مسار التأليف. وسط هذه الحركة السياسية نقلت صحيفة النهار عن مصادر متابعة أن تقدما أحرز في الساعات الأخيرة يتمثل في قبول مختلف الأطراف بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فلا تكون هناك وزارة معينة مرتبطة بطائفة واحدة حصرا سواء كانت هذه الطائفة كبيرة أم صغيرة. وأكدت أن محاولة تحميل القوات اللبنانية المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة تبين أنها ليست في محلها، لا بل أن موقف القوات ساهم في وضع أسس التعامل مع موضوع المداورة. أما في بورصة التشكيل فترددت معلومات عن اتجاه إلى تعيين وزيرتين ضمن الحكومة. إلى ذلك ذكرت المعلومات أن هناك اتجاها إلى العودة لصيغة 24 وزيرا، وقالت صحيفة الجمهورية أن هذا الأمر طرحه الرئيس سعد الحريري على رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما الأخير على قاعدة تقليص حجم المطالب التوزيرية والحقائبية المطروحة، مع مراعاة أن تلبي حكومة 24 وزير مقتضى التمثيل وتكون حكومة وطنية جامعة. وأضافت الصحيفة أن المطروح أن يسمي رئيس الجمهورية وزيرين، أحدهما شيعي والآخر سني، ليكونا من ضمن حصته الوزارية، وأن بري والحريري في المقابل يطالبان أن يسمي كل منهما وزيرا مسيحيا من ضمن حصتهما، على أن يكون تمثيل تيار المرد منفصلا عن هذين الاسمين. أما فيما يتعلق بالحصة الدرزية التي ستكون وزيرين في حكومة 24، فهناك معلومات تفيد أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يريد أن تكون أحداها لمن يمثله، والثانية لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان. وفي بيت الوسط حضرت الظروف الإيجابية المحيطة بتشكيل الحكومة في اللقاءات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري مع زواره. الأوضاع المحلية والإقليمية عرضها رئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع السفير المصري في لبنان نزيه النجاري في بيت الوسط. النجاري تمنى أن يكون للبنان حكومة برئاسة الرئيس الحريري في أقرب وقت ممكن، حتى يتم إطلاق ورشة التعاون بين الحكومتين اللبنانية والمصرية. حرصت اليوم على الالتقاء بدولة الرئيس سعد الحريري
وتقديم كل الدعم المصري ونقل الرسالة من القاهرة بدعم الرئيس سعد الحريري في جهده وجهوده لتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت ممكن للبناء على الحالة الإيجابية السائدة في لبنان والمتولدة عن انتخاب رئيس الجمهورية الرئيس ميشيل عون. وقد طمأنني دولة الرئيس إلى أن الأمور تمضي في يعني الاتجاه الإيجابي المطلوب. الرئيس الحريري التقى السفير البريطاني في لبنان هوغوت شورتر وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك استقبل الرئيس الحريري النائب خالد الظاهر وعرض معه أوضاع منطقة عكار واحتياجاتها. ومن زوار بيت الوسط وفد من مصلحة الطلاب في حزب الوطنيين الأحرار سلم الحريري دعوة لحضور الاحتفال الذي سوف يقام لمناسبة إعادة افتتاح جادة الرئيس كمين شمعون وعيد الاستقلال، وذلك في 19 من الجاري في فندق مورو في عين المريسي. أبدى الوزير علي حسن خليل تفاؤله بولادة الحكومة خلال أيام ما يعطي دفعا للوضع الاقتصادي والمالي. خليل كان يتحدث خلال استقباله رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي، يرافقه وفد من شركة أمبوريو التباكو. إن شاء الله بأسرع وقت ممكن خلال أيام نشهد ولادة حكومة تعطي دفع لوضعنا الاقتصادي والمالي، واللي هو بأمس الحاجة بهذه اللحظة التاريخية لا كتير من الدفع نحو الأمام، بحاجة لخطوات بتعزز وبتعيد الثقة فيه. نحن متفائلين بمستقبل بلدنا، متفائلين بالمرحلة المقبلة، متفائلين بأنه يرجع ينطلق الوضعنا الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي كل مراكز الإنتاج الصناعية وغيرها. أمل حزب الكتائب أن ترى التشكيلة الحكومية النور قريبا لمعالجة تداعيات مرحلة الفراغ، مجددا الدعوة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات. ويجدد حزب الكتائب الدعوة إلى إقرار قانون انتخابات جديد يجدد الحياة السياسية، مؤكدا انفتاحه على كل الطروحات التي تؤمن الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الوطن. ومن بكركي دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إلى تشكيل مجلس وزراء يحقق المصالحة الوطنية الكاملة ويضع قانونا جديدا للانتخابات. دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي إلى تشكيل سريع لمجلس وزراء يمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني. الراعي الذي افتتح في صرح البطريركي في بكركي الدورة العادية 50 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بعنوان شؤون رعوية وإدارية، اعتبر أن على مجلس الوزراء الجديد أن ينكب على مواجهة التحديات الراهنة وأهمها النهوض الاقتصادي ومعالجة خطر النازحين واللاجئين على مستويات كافة. ونتطلع مع الجميع إلى تشكيل سريع لمجلس الوزراء بروح الميثاق والدستور، فيكون بوزرائه الكفؤين والتكنوقراطيين الممثلين المختلف شرائح المجتمع اللبناني، مجلسا جامعا لا إلغائيا وصورة عن نهج العهد الجديد وعن الحكومات التي ستليه. فالمطلوب مجلس يحقق المصالحة الوطنية الكاملة والشاملة، ويبدأ بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة وعدالة التمثيل. بدوره عبر السفير البابوي المونسنيور جابرييل كاتشيا باسم البابا فرانسيس عن سعادته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، متمنيا أن يكون التوافق الذي أدى إلى هذا الانتخاب بداية لإعادة بناء الدولة. بعد الفصل تتابعون. تأكيد بريطاني أمريكي على دعم الجيش لتأمين الحدود البرية. أهلا
بكم من جديد. شهد القصر الجمهوري حركة دبلوماسية لافتة عبر تسلم الرئيس ميشيل عون أوراق اعتماد 7 سفراء في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2014. رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جولة أفق تناولت التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد خلال مرحلة تصريف الأعمال. كما شهد القصر الجمهوري تقديم أوراق اعتماد 7 سفراء معتمدين في لبنان وذلك للمرة الأولى منذ 22 من أيار عام 2014، وهؤلاء يشكلون دفعة أولى من رؤساء البعثات الدبلوماسية الذين سيقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية تباعا بعدما كانوا يمارسون مهامهم الدبلوماسية بصفة قائمين بالأعمال. وتضمنت الدفعة الأولى سفراء المملكة الأردنية الهاشمية نبيل سليم مصاروي واليونان تيودور باساس ودولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد سلطان عبدالله الشامسي وإيطاليا ماسيمو ماروتي وفرنسا إيمانويل بون والاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وتشيلي مارتا شلهوب روماريو. وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والأمين العام لوزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي. ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمني نيتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية مؤكدين على العمل لتعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته إلى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية. وتلقى الرئيس عون مزيدا من برقيات التهنئة بانتخابه أبرزها من رئيس جمهورية فيتنام والرئيس الأوكراني شددت على تطوير العلاقات الثنائية. أكد السفير البريطاني والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لقائد الجيش العماد جان قهواجي دعم بلادهما للجيش اللبناني لتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين ومن تهريب المخدرات والأسلحة غير الشرعية. الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية شكلت عنوان اللقاءات التي أجراها قائد الجيش العماد جون قهوجي انطلاقا من المهام الملقاة على عاتق العسكريين المرابطين لصد الهجمات الإرهابية وأي اعتداءات أخرى. وفي هذا الإطار كان لقاء بين قهوجي والسفير البريطاني هوغو تشورتر والقائم بأعمال السفارة الأمريكية داني هيل، وقد تطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين. بعد ذلك ترأس قائد الجيش في اليرزي اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأمريكية والبريطانية لحماية الحدود البرية في حضور السيدين تشورتر وهيل. وشكر العماد قهوجي السلطات الأمريكية والبريطانية على دعمها المستمر لجهود الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن المناطق الحدودية. من جهتهما عبر المسؤولان البريطاني والأمريكي عن دعمهما الثابت لاستقرار لبنان من خلال تعزيز طاقات وقدرات الجيش اللبناني في إدارة والرد على التحديات الأمنية الداخلية، بالإضافة إلى تطوير قدرات فوج الحدود البرية في السيطرة وتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين ومن تهريب المخدرات والأسلحة غير الشرعية. من جهة أخرى استقبل العماد قهوجي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن بيتر درينان، وتركز البحث على مهمات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. جال وفد مجلس العلاقات العربية الدولية على رؤساء ميشيل عون ونبيه بري وسعد الحريري وتمام سلام مؤكدا على أولوية استقرار لبنان وازدهاره بالنسبة للدول العربية. في زيارة تهنئة لانتخابه رئيسا للجمهورية زار وفد مجلس العلاقات العربية الدولية رئيس الجمهورية ميشيل عون وأطلعه على النشاطات التي يقوم بها وفي إطارها اجتماعه الأخير في لبنان دعما للانفتاح الجديد وتكريما للشعب اللبناني. فهذا يسعدنا كعرب ويسعد الشعوب العربية كلها أن يتعافى لبنان. وكذلك جئنا للمباركة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون على انتخابه رئيسا للجمهورية.
الرئيس عون من جهته شكر للوفد مبادرته مؤكدا على أهمية التلاقي بين الدول العربية، لأنه كلما تضامن العالم العربي يرتاح لبنان، وكلما افترقت الدول العربية يعاني لبنان تداعيات هذا الفراق كما قال. وأكد رئيس الجمهورية أن الانسجام المسيحي الإسلامي في المنطقة شكل أساس النسيج المشرقي. الوفد زار بعد ذلك عين التين حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأكد دعم الوضع السياسي والاستقرار في لبنان، داعيا الدول العربية إلى دعم مؤسسات لبنان الرسمية. ومن بيت الوسط تمنى الوفد للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن يتمكن من تشكيل الحكومة سريعا، وأن ينعم لبنان بالاستقرار والأمان والازدهار. تمنينا أن ينجح في تشكيل الوزارة، وبالتأكيد لبنان بالنسبة لنا دولة مهمة، والاستقرار في لبنان يساعد على الاستقرار في المنطقة. ولبنان يعني نحن لا نبالغ حينما نقول أن بيروت كانت عاصمة العرب في الستينات والسبعينات، والآن لديها فرصة كبيرة بأن تستعيد هذا الدور، ولا تستطيع أن تستعيد هذا الدور إلا بالاستقرار والسلم الأهلي. وفد مجلس العلاقات العربية الدولية زار رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام في دارته في المصيطبة، وتم البحث في مختلف الأمور والتطورات. أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تنفيذ مسيرات سيارة باتجاه مقر وزارة الداخلية والبلديات اليوم الثلاثاء، وأكدت الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وإبقائها مقفلة حتى تحقيق المطالب. نعلن عن تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات يوم غد الثلاثاء الواقع في 15/11/2016 اعتبارا من الساعة 10 صباحا، على أن يبدأ التجمع عن السيارات والفانات والأوتوبيسات والشاحنات والصهاريج اعتبارا من الساعة 7 صباحا، وانطلاق المسيرات السيارية الساعة 9 صباحا باتجاه وزارة الداخلية والبلديات وفق البرنامج والمحطات التالية: ساحة الدورة، الكارانتينا، جريدة النهار، ستاركو، برج المر، مصرف لبنان، وزارة الداخلية، مستديرة السفارة الكويتية، ساحة الكولا، ساحة البربير، ساحة كولا، كورنيش المزرعة، شارع مارلياس، كراكول الدروس، الظريف، الصنايع، وزارة الداخلية والبلديات، مستديرة الكفاءات والأوتوستراد، هادي نصر الله الأشرفية، مستديرة شتيلة، ساحة شارع الخوري، البسطة تحت، كراكول دروز، الظريف، الصنايع، وزارة الداخلية والبلديات. يطلب إلى جميع سائقي الآليات العمومية الالتزام بتنفيذ هذه المسيرات بشكل سلمي وحضاري، كما نأمل من الأجهزة الأمنية مواكبة السيارات والحفاظ على أمنها. بعد الفصل تتابعون. تفجيرات في الفلوجة وكربلاء واستعدادات لاقتحام شمال الموصل وجنوبها. من جديد، كثف الطيران الأسدي والروسي الضربات الجوية على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، فيما أدى القصف الهمجي على مستشفيين في غرب المدينة إلى تدمير المستشفى الوحيد في الأتارب. معركة التحول في الحرب السورية، هكذا يطلق على المعركة الجارية في حلب التي تتعرض لقصف جوي وحشي ممنهج من جانب نظام بشار الأسد وحليفته روسيا، مع تواصل الغارات على الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة. معركة الحسم ما زالت متأرجحة بين الطرفين رغم استخدام أسلحة فتاكة من قبل النظام وروسيا، إلا أن الثوار صدوا هجوما على جبهة العويجة شمال المدينة، كما صدوا هجمات على جبهة عقرب وسوق الحبس غرب المدينة تكبد فيها النظام خسائر بشرية. الضربات الجوية لم ترحم مستشفيي الأتارب وكفرناها في مدينة حلب، ما أدى إلى أضرار جسيمة وإصابات في صفوف المرضى والكوادر الطبية. وفي ريف دمشق قتل عدد من المدنيين جراء قصف لطائرات النظام استهدف مسجدا في مخيم خان الشيخ، مما أسفر عن دمار المسجد بشكل شبه كامل بالتزامن مع تصدي الثوار لقوات النظام أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة المحمدية.
إلى ذلك زعمت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلي المعارضة في حلب استخدموا أسلحة كيميائية ضد النظام السوري ما أدى إلى إصابة 30 جنديا. من جهة أخرى أغلقت السلطات التركية مؤقتا معبرا حدوديا مع سوريا في محافظة كلس جنوب شرق تركيا بعد اشتباكات عنيفة في بلدة إعزاز الحدودية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة ميج 29 روسية بعد إقلاعها من حاملة الطائرات المتمركزة في مياه المتوسط قبالة الساحل السوري. وأكدت الوزارة نجاة قائد المقاتلة الروسية مشيرة إلى أن هذا الحادث لن يؤثر على مهمة موسكو في سوريا. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش ونظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب الدولي والتطرف. وخلال اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين أعرب الأخير عن استعداد موسكو لبناء علاقات شراكة مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. وفي سياق متصل أكد الكرملين أن الجانبين بحثا سبل تسوية الأزمة السورية مشيرا إلى أن الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي المنتخب اتفقا على مواصلة الاتصالات الهاتفية وعقد لقاء شخصي في المستقبل. وكان ترامب قد أعلن أنه يملك خططا لمحاربة الإرهاب لكنه رفض الإفصاح عنها كما كانت تفعل إدارة باراك أوباما ما ساعد الإرهابيين على الهرب وتجنب الضربات. وقال ترامب إن الإفصاح عن مخطط معركة الموصل قبل 4 أشهر من انطلاقها أسفر عن خروج قادة التنظيم من المدينة، مؤكدا أنه يعرف عن التنظيم المتطرف ما يخفى عن جنرالات الجيش الأمريكي. إلى ذلك تستعد القوات العراقية لاقتحام مدينة الموصل من الشمال والجنوب بالتزامن مع سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل 23 في الفلوجة و8 في كربلاء. فيما العالم أجمع يتابع مسار معركة تحرير الموصل هزت مناطق مختلفة من العراق سلسلة تفجيرات خلفت عددا من القتلى والجرحى. فعصر الاثنين انفجرت سيارتان مفخختان في حي نزال بالقرب من قائم مقامية الفلوجة بمحافظة الأنبار، وعلى الفور طوقت الشرطة موقعي الهجومين وفرضت حظرا للتجوال في عموم المدينة. جاء ذلك بعد ساعات من هجوم شنه 6 انتحاريين على بلدة عين التمر الصحراوية في محافظة كربلاء جنوب العاصمة بغداد ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين. وقد تبادلت القوى الأمنية إطلاق النار مع المهاجمين الذين انسحبوا إلى منطقة الجهاد حيث فجروا أنفسهم. في هذا الوقت تواصل القوات العراقية معركة قادمون يانينوى حيث تستعد لاقتحام مدينة الموصل من جهتيها الشمالية والجنوبية بعد اقتحامها من الشرق في محاولة لتضييق الخناق على التنظيم المتطرف في أهم معاقله. ومن الجهة الغربية أطلقت ميليشيات الحشد الشعبي المرحلة الثالثة لاستعادة مناطق غرب الموصل وخصوصا تل عفر. وفي سياق متصل بثت قناة كردية شريط فيديو يظهر لحظة اعتقال مقاتلين من قوات البشمركة لأحد مسلحي داعش في أحد مباني بعشيقة شمال شرقي الموصل. استمتع سكان كوكب الأرض برؤية القمر العملاق الذي لن تتكرر رؤيته بهذه القوة قبل 18 عاماً. إنها ظاهرة فلكية نادرة واستثنائية لم تحصل منذ نحو 70 عاما ولن تتكرر قبل 25 من تشرين الثاني من العام 2034. قمر عملاق أنار ليلة سكان الكرة الأرضية كونه أكبر حجما من المعتاد بنسبة 14% وأكثر إشراقا بنسبة 30%. محبو الظواهر الفلكية استمتعوا بمشهد رائع ونادر للسوبر مون حيث احتشدوا عند الشواطئ وفوق المباني الشاهقة لمشاهدته بالعين المجردة، في حين جابت عدسات التلسكوبات والمناظير سطح القمر بشكل لم يسبق له مثيل. وقد أوضحت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن قمر هذا الشهر عملاق لسببين: الأول أنه الوحيد هذا العام الذي سيكون بدرا، والثاني أنه أقرب قمر بدر إلى الأرض منذ العام 48. ظاهرة القمر العملاق ستعود مرة جديدة هذا العام في 14 من كانون الأول المقبل، ولكن حينها ستكون أقل بريقا وحجما. ولن تذكير بالعناوين.
إن شاء الله بأسرع وقت ممكن خلال أيام نشهد ولادة حكومة. مشاورات التأليف محور لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس الحريري الذي يطمئن بأن الأمور تمضي بالاتجاه المطلوب. مجلسا جامعا لا إلغائيا وصورة عن نهج العهد الجديد. الراعي أمام البطاركة الكاثوليك يدعو إلى تشكيل حكومة مصالحة تضع قانونا جديدا للانتخابات. قصف جوي عنيف على مناطق المعارضة في حلب والغارات تدمر المستشفى الوحيد في الأتارب. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.